6/3 تسجيل من جوجل بيكسل 2 XL. الحديث عن فقدان الهوية، النسخ، والرد على موضوع ون بلس 5. في البداية، كثير من التقنيات والسبق في طرح التقنية للسوق شركات صينية وشركات تتبنى نظام تشغيل اندرويد. سبق الكواد اتش دي 3 رام 4K، ولو بعد التقنيات اللي تبنتها هواتف اندرويد ما نخلص. سبق يعني شجرة قديمة انا مسويها عليها تحديث ضخم. شوف التالي، يعني على مستوى الاتصال، واي فاي، بلوتوث، جي بي اس، و ان اف سي، و ال تي اي، الفور جي اول من نزل، الفايف جي سيصدر، يعني كل السبق لهم. يعني جمع هذه التقنيات متعب، ولو تحط، انا مرة حطيت 150 نقطة زادوا الناس عليها، يعني لو تحط ما راح تخلص. هني في نقطة تبي تاخذها بإساءة اخذها بإساءة، ما عندي مشكلة. جهلك بتواجد التقنية ما يعني انها مو موجودة، يعني اذا قدمها غيرهم ما يعني ان غيرهم سباق. على مستوى شاشة القفل مثلا، شوف الخريطة التالية. من التقنيات هذه يعني حضرنا احنا كثير من المعارض وكثير من براءات الاختراع شفناها على ارض الواقع قبل ان تصدر. يعني اول من نزل استغلال مساحة الشاشة الامامية. طبعا دائما الفكرة تكون ان الشركة تقدم وتنتظر احد يتبنى مشروعها، فشارب قدمت اللي هو شارب S1 مثلا. هذا النموذج للجهاز صدر 2014 وتم اطلاقه 2016 تقريبا. كان عندي الجهاز انا شاريه وما كان يقبل شبكاتنا. تبنت النظرية مالته شاومي. قدمت لكم ميمكس اللي كان طفرة في عالم الهواتف واستغل المساحات من أعلى من يمين من يسار. وكان الميمكس سنة 2016 نازل السوق بمعالج فلاكشيب، وكانت سماعته تحت الشاشة أيضا واستغلال مساحة في أعلى. 2017 تم تحسين هذا النموذج. وعلى صدى جهاز شاومي ميمكس صدر عدد كبير من الأجهزة المتوسطة، تكلمت عنها متوسطة أو أقل من متوسطة، صينية تستغل المساحة، وحتى نفس الاسم اسمها ميكس. لما نروح لعالم HTC من أوائل الشركات اللي قدمت الألمنيوم واستخدام مكبرين صوت والكيبورد الفيزيائي والقلم. بعدها أندي روبن مؤسس نظام أندرويد أسس هاتف Essential Phone اللي فيه براءة اختراع، والقيمة السوقية لشركته وصلت مؤخرا 1.2 مليار دولار. بعدها دخل علينا LG G6 اللي استغل المساحة من أعلى وأسفل. بعدين سامسونج استغلت المساحة من أعلى وأسفل، لكن استغلال المساحة زايد عن اللزوم كان Essential. واللي قبله اول مستغل المساحه كان شارب بالS1، وقبل S1 كان في نموذج 2014. بعدين عندهم الS2 اللي هو عباره عن نسخه من ايفون، اذا مو ايفون سارقه اصلا. كل النماذج هذه موجوده في السوق، يعني الكاميرات اللي بالطول في جانب الجهاز HTC، استغلال مساحه شارب، بعد Essential Phone موجود في السوق. لكن هني انا عيب على الشركات انها تنسخ شكل ايفون القبيح المسروق اصلا، وعندها كثير من النماذج اللي موجوده مثل ايسوس مثلا بجهازها 5Z. اما بالنسبه لون بلس، هم يظنون ان مبيعاتهم القويه بسبب ان شكل هاتفهم نسخوه من ايفون فباعوا، ما يدرون ان اداء الجهاز عالي. يعني هم للحين ترى عندهم مشكله. اما بالنسبه للاطفال، نتحداك ان تقول شيء عن ون بلس. انا ون بلس قايل عيوبه قبل مميزاته، ومنها التالي، بل اني صلحت بمقاله: قلد النجاح تنجح، انسخ النجاح تنجح. تالي. لكن لأن ون بلس أداء عالي وسعره منخفض، ما يرضي غرور بعض الشبيحة خصوصا أصحاب آيفون. هو يبي شيء غالي يحس إنه عنده قيمة، لأن قيمته بالمال. فهذه الشريحة، حتى لاحظ جوجل بيكسل جذب شريحة آيفون. ليش؟ لأن سعره غالي، وأتوقع القادم لو يزيدونه 100 دينار زيادة، يعني 300 دولار، راح يبيع أكثر. وغالبا هذه الشريحة شريحة جاهلة، يعني أثر عليها شخص تافه أصلا ما يفقه شيء، نص كلامه كذب، نص كلامه غير مسنود، نص كلامه تدليس، فيأثر عليهم. وإن حجيته بالأرقام والأدلة قال لك إيه بس يلبي حاجتي. طيب ليش ما بديت فيها؟ ليش ما قلت بالبداية يلبي حاجتك؟ ليش آخر شيء لما بعدين فقاعة 55% من بيع الهواتف حق آيفون؟ هاي آيفون بحياته ما تعدى 18% من حصة سمارت فون في الكوكب. وين رايح؟ وصار له كم سنة مو قادر على 14%، مو قادر، يبي الستر بس. خل عنك في الربع المدري شنو، في الشهر الفلاني باعوا أكثر لأنه توه نزلوا. خل عنك الكلام هذا. التقنيات استمتعنا فيها وخلصنا الشحن اللاسلكي من أيام نكسس 4، وخلصنا وملينا منها وخلصنا. استمتعنا في الماضي ونضحك عليكم في الحاضر، لكن حنا نستفيد من ان جمعتهم زينة. يعني هم الاقليات دائما قلوبهم على بعض ومع بعض، ويشبحون البعض ويشذبون على بعض. يعني جمعتكم حلوة عجبتني، وغالبا الاكثرية مرتاحة، يعني مو محتاجة دفاع مستميت مستقتال وسطور ورا بعض ودخول كل منتديات اندرويد، مو محتاجين، مرتاحين. قدمت لك توني للتو تاريخ بسيط عن موضوع الشاشات والتقنيات، علشان في لبس كبير حتى من مستخدمين اندرويد بسبب التأثير الخارجي.
فاصل وراجع. عودة مؤقتة. جمالية الأنظمة اللي تتبنى كثير من الشركات أن أنت مو مقيد بشركة، وأن أنت دائما تشوف جديد التقنية، جديد العتاد. ومن الأمور الممتازة في الأنظمة مفتوحة المصدر أنها ما تقفل رأسك. موجود جهاز قوي، أخذناه جربناه استمتعنا بالتقنية، مو نقفل على مكان واحد. تم إرسال مجموعة الهدايا للشباب، باقي بس الون درايف لأن تأخرون عليه شوية. أعتذر عن التأخير، والله السفرات ورا بعض صارت، لكن تابعت. أرجو قبول هذه الهدية الرمزية من باب الحب والامتنان لوقتك ولمشاركتك معنا. الأوفيس لايسن ماله أتوقع أنه أفضل من السابق. السابق كان عبارة عن فكرة شركة، الحالي عبارة عن لايسن تفعله على حسابك. حاليا جالكسي اس 9 بلس متواجد للطلب المسبق. ترى العادي يعني العادي أقول خله يعني سوي له باس. بلس متواجد وزين. عند الطلب لا تطلب 256 إذا أنت ما أنت بحاجة لها، يعني الرقم كبير وأنا متأكد أنك ما راح تستخدمها. يعني 128 عادل. بكل تأكيد أن الاس 9 بلس أعلى أداء وأفضل كاميرا من السابق مع مكبر الصوت. إذا هذه الثلاث أمور مو مهمة فلا تغير. سعر الجهاز يعتبر فلكي يعني غير مقبول، يعني أنت كررت لي الجهاز وزدت لي ثلاث أمور وصلختني يعني السعر منرفز، لكن الجهاز قوي. فاصل غير منرفز. الحمد لله وصلني كارت جوجل فاي أخيرا بالشحن، تسجيل من خلال ون بلس فايف العادي. يعني لو نزيد الإضاءة أتوقع راح يتحسن. معطيني 4G بلس من زمان عن هالكلمة. حاقدين على هالجهاز أنه بنصف قيمة منافسينه، يعني لو سعره عالي الله ون بلس. بما أنه تم تسريب شكل أوبو آر 15 فالظاهر أن هذا شكل ون بلس 6، يعني هو دائما يعتمد على هذا الشاصي أو هذه القاعدة. هل أنا الوحيد اللي رافض الإضافة اللي من فوق مالت الشاشة؟ يعني أشوف فيفو أحسنت في استغلال مساحة، مي ميكس أحسنت. الحين عندنا فرصة لا نسخ لأسنشل فون PH2. فيفو طبعا ما نسخت، شاومي ممكن، جوجل بيكسل القادم. يعني هذه الشركات خربت السنة علينا، قدمت لنا الإضافة الخايسة مالت الشاشة، خربت السنة، يعني أفقدتنا المتعة. ليش يعني؟ ليش كل سنة عندكم شيء؟ يعني تقريبا قدرت أطلب فيفو، تقريبا يعني دفعت فيه 2000 دولار للحين، يعني تقريبا غير اللي تحت الطاولة. ومنتظر إن شاء الله صديقي الإكس 1 كاربون الجيل السادس بالجيل الثامن من إنتل مع واي فاي بلوتوث جي بي اس ان اف سي و ال تي اي وتاتش. وحاليا أجهز لي 15/4 كانتون فير بالصين. فاصل ثاني. عودة من جديد. شنو هي براءة اختراع اسنشل فون؟ اللي هي تواجد الكاميرا تخرج من الجهاز من أعلى مثل فيفو الأخير. جوجل فاي بعد 15 جيجا كم حاسبوك؟ هم نزلوا السرعة نفس الشيء ما راح يحاسبونك، لكن أنا طلبت أنهم يزيدون السرعة فقالوا لي كل جيجا بعشرة دولار فوق ال 15. أنا حاليا استخدمت 20 جيجا تقريبا، فراح يحاسبوني 60 اللي هي مالت ال 15 جيجا زائد الفرق لل 20، كل جيجا بعشرة دولار. جوجل فاي شرحت عنه أنا مطولا، يعني أنا أكثر واحد استخدمته، أزعم أن أنا أكثر واحد استخدمته، لازلت أستخدمه وكل سفراتي وحتى ممكن أوريك الفواتير. حاليا جوجل فاي له فكرة غير عن السابق، يعني سابقا كان كل جيجا بعشرة دولار، اليوم راح يحاسبك كل جيجا بعشرة دولار ل 6 جيجا، بعدين من 6 جيجا ل 15 جيجا فري، فوق ال 16 جيجا فوق ال 15 جيجا راح يحاسبك فري، لكن الداتا راح تنزل، يعني راح يصير سرعة بطيئة جداً.